أن ظاهرة الفساد هي الأخرى تهدد أمن واستقرار العالم أجمع، ويواجه بلدنا ظاهرة الفساد بسبب الإرث الخطير من الحروب والنزاعات والعنف التي بددت الكثير من موارد بلدنا وحرمت العراقيين من التمتع بخيرات بلدهم. ولذا فإن مكافحة الفساد تمثل للعراق اليوم معركة وطنية لن يصلح وضع البلد قبل الانتصار فيها، وترتكز هذه المعركة على الحد من منابع الفساد وإغلاق منافذه، والعمل على استرداد ما تم نهبه وتهريبه من أموال يستخدم جزء كبير منه لإدامة العنف والفوضى في البلد.